عادت مرة أخرى الأنباء التي تتحدث عن وجود تنسيق جديد بشأن إكمال المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية في كردستان سوريا بعد زيارة وفود أمريكية جديدة ولقائها مع الطرفين. آمال وآراء مواطني كردستان سوريا منقسمة حول الحوار الكردي، إلا أنهم متفقون على أن الحل لجميع الأزمات في المنطقة هو الاتفاق. أنا برأيي هو حوار أجوف، ليس له، لا يمت للواقع بصلة، لأنهم دائما لا يعملون لمصلحة الشعب كلا الطرفين. فأنا لا أتأمل من هذه المناقشات أو المفاوضات أو ما يسمونها أي بذرة أمل. قل بكي الله يلحقن ببعض، نشوف شيء كويس، نرجع مثل أولي، يرجعوا المهاجرين، ما بقى يدخلوا بهالأراضي وبهالمياه يفتصوا، خلي يفتصوا ببلدهم، ليش يفتصوا برات البلد يعني. المجلس الوطني الكردي يؤكد أنه مستعد لأي حوار ولا بديل للحوار في سبيل تحقيق تطلعات الكرد في سوريا، إلا أن تصريحات بعض أعضاء الطرف الآخر وملف المعتقلين والمختفين قسريا وأيضا إحراق مكاتب أحزاب المجلس هي معوقات ما زالت قائمة في وجه الحوار. حقيقة الحوار الكردي لم يتوقف من جانب المجلس الوطني الكردي، إنما بسبب ذهاب موفد الأمريكي إلى أمريكا وهناك بعض العقبات التي واجهته، وهي مسائل لوجستية بحتة. المجلس لم يتوقف وهو جاد جدا في استقبال الحوار. هناك بعض العقبات، منها التصريحات الاستفزازية التي يقوم بها قيادات بيدي وأعضاء من هيئة التفاوض التي. الطرف الآخر المتمثل بأحزاب الوحدة الوطنية وعلى رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي أيضا يؤكد التزامه بالحوار، إلا أن معوقات هذه المفاوضات من وجهة نظرهم هي الشروط المسبقة التي يفرضها المجلس الوطني الكردي على طاولة الحوار. بالنسبة للمجلس الوطني الكردي، عندما أتوا للحوار وببداية الحوار كان لديهم شروط، طبعا هذه الشروط كانت هي التي تعطي أشياء لحتى هذا الحوار يتوقف ويصل لطريق مسدود. طبعا أحد هذه الأسباب ما كانت، يعني كانت الشروط الأساسية بأن هناك يكون مرجعية تتمثل من حزب الاتحاد الديمقراطي بيادة وتتمثل من المجلس الوطني الكردي، ولكن نحن نرى غير ذلك، نرى بأن هذه المرجعية تتكون لحماية هذه الإدارة، لحماية هذه المكتسبات، وعلى هذا الأساس كانت هذه النقاط التي كانت بيننا وبينهم. يبقى لسان حال المواطن الكردي في كردستان سوريا يشدد على ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية لإيجاد حل جذري لما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية وتهديدات عسكرية من تركيا وأخرى أمنية من الإرهاب، كي يستطيع هذا المواطن البقاء على أرض آبائه وأجداده. لزاغروس تي في، أختي نسعت.